عشان كده عاوز اخد حضرتك لهذا التقرير ونشوف الدور اللي عمله التحالف الوطني لعمل الاهلي التنموي في احياء ثقافه العمل التطوعي تحديدا، ونرجع ونكمل كلامنا. شمالا او جنوبا وفي كافه ربوع مصر يترك التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بصمته في خدمه الفئه الاولى بالرعايه. فهنا في جنوب مصر داخل محافظة أسوان يفتتح التحالف الوطني من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية إحدى كياناته عددا من المشروعات التنموية التي نفذتها المؤسسة بالتعاون مع بيت الزكاة الكويتي. في محافظة أسوان يمكن أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا عاملين مشروعات بحوالي 30 مليون جنيه، المواطنين هنا بالذات الأكثر احتياجا لازم يعيشوا حياة آدمية وحياة كريمة فعلا زي ما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيقول لنا. طبعا إحنا ننظر للحاجة، وين الناس وشنو حاجتهم، تكون عندنا دراسة ميدانية بالبداية بالتعاون مع الجمعيات المتواجدة مثل صناع الخير، فهم يسوون الدراسات واحنا نشرف عليها ونطالع ونتأكد من فعلا الحالات هذه محتاجة، ومنها هني نسوق حق المشاريع الخيرية هذه ونكفلهم إن شاء الله في هذه. مسجدان تم افتتاحهما بقرية بلانة مركز نصر النوبة، أحدهما أنشئ على مساحة 140 مترا ويسع ل400 مصلي، والآخر تم رفع كفاءته بالإضافة إلى دار حفظ للقرآن الكريم. الجامعة كان تطوير يعني مش زي الأول، دلوقتي اللهم صل عليه ما شاء الله ربنا يصلح لنا وحالهم، يعني وضبوا الجامعة تاني وعملوا ترميمات تاني وعملوا ركبوا المكيفات تاني. أقرب كلمة أن أقولها أنه العمل فيه سخاء من العمل، حب يعمل حاجة لأهل المنطقة. قرب الجامعة للبيوت حاجة تانية يعني، فطبعا الواحد بدل ما يروح يصلي بعيد يصلي في المكان القريب عليه. وفي إطار مساهمة التحالف في رفع كفاءة البنية التحتية وحل مشكلات عانى منها المواطنون هنا بقرية بلانة، تم إنشاء محطة تنقية مياه للشرب يتم ضخها للأهالي طبقا للمواصفات القياسية. بنشكر كل المسؤولين على المحطة، عشان في ناس كثيرة كانت بتتضرر من المية دي، فدلوقتي هتشرب مية نظيفة وهتشرب مية وانت مطمن يعني. مية نظيفة ومية قريبة هنا غير الأول يعني. وفي ظل جهود التحالف بقطاع التمكين الاقتصادي الذي يعد أهم المحاور في مساعدة المواطنين، تم تسليم مراكب صيد حديثة ل24 من صغار الصيادين من أهالي مركز كومومبو بالإضافة إلى أجهزة صيد، وذلك بتكلفة إجمالية تقارب 1.5 مليون جنيه. بارك الله فيهم، ساعدونا بما يرد الله، احنا كنا برضو متلتتين شوية يعني في المعيشة دي، فهم سهلوا علينا حاجات كثير. استلمت مركب حضرتك تمام، ونشكر جمعية صناع الخير والتحالف الوطني ان هم ساعدونا، وده مصدر رزق طبعا للاهالي. المركب دي هي يعني روحي ودراعي واكل عيشي، يعني بصراحة حاجة حلوة ويوم عيد هو يعني. مشروعات تعكس كم المجهودات المبذولة من قبل التحالف الوطني من أجل الفئات الأكثر احتياجا، والتي يجني ثمارها المواطنون في كل أنحاء مصر.